التاريخ والسؤال. ما هي الدولة الإسكندنافية الوحيدة التي شاركت في حرب السنوات السبعة والتي بدأت عام 1756؟ الحرب دي قامت بين عامي 1756 و 1763، حربت مع فرنسا والنمسا وروسيا ضد بريطانيا وبروسيا وهانوفر. ساعدتك بمعلومات كتيرة جدا، قربت المعلومة، بس هو أنا محتار بين اتنين، بس أنا هختار اللي أنا يعني أقرب حاجة أنا اخترتها، الدنمارك. الدنمارك. دكتور أحمد موافق؟ أعتقد الدنمارك. كان هدفهم استعادة بومرينيا من بروسيا. مصطفى، الدنمارك طبعا إجابة خاطئة. المرة دي بقى فريق جمولة السويد. لو مش الدنمارك هتبقى السويد، صح؟ السويد ايه؟ إجابة صحيحة. برافو عليك، إجابة صحيحة. السويد هي الإجابة الصحيحة، 10 نقط. مهمين جدا، عيلة الجمولة 20، عيلة الجمولة 30، عيلة أبو ضيف.